العديد من الأندية الأوروبية تتابع اللاعب للتعاقد معه مستقبلا في حال حافظ على مستواه. وشارك الدولي المغربي بلال الخنوص صاحب 19 عاما في 3 مباريات مع منتخب المغرب الأول، وأسهم في تتويج المنتخب الأولمبي بالنسخة الماضية من نهائيات كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على مصر في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد، حيث كان من ركائز كتيبة المدير الفني عصام الشرعي. ويحظى نجم نادي جينيك البلجيكي بلال الخنوص باهتمام كبار الأندية في الدوري الإنجليزي باعتباره من بين أبرز المواهب الصاعدة في العالم، حيث إن أندية ليفربول وتوتنهام وبيرنلي أندية تتابع جميع مبارياته في الفترة الحالية، وقد تتقدم بعرض رسمي للتعاقد معه في حال حافظ على مستواه. كما أن وكيل أعمال اللاعب تلقى اتصالات غير رسمية في الفترة الماضية من أحد مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة. وتنتظر إدارة جينيك البلجيكي وصول عرض يلبي طموحاتها لبيع اللاعب الموهوب، إذ يطالب مسؤول الفريق البلجيكي بحوالي 20 مليون يورو للموافقة على أي عرض يخص النجم المغربي الذي تلقبه الصحافة البلجيكية بزيدان الدوري البلجيكي، ويمتد عقده مع الفريق حتى صيف عام 2027. يعيش الموهبة المغربي بلال الخنوص أفضل فترات مسيرته بعدما وصل في العام الماضي مع منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم في قطر 2022، ثم فاز بلقب كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة قبل أن يتم اختياره من قبل الاتحاد الأفريقي ضمن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب شاب في القارة. يذكر أن الخنوص لعب في الموسم الحالي 26 مباراة مع فريقه بمختلف المسابقات، وتمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف وصنع لزملائه تمريرتين حاسمتين.